طيب في خبر يعني او مش خبر، هو حاجه كانت مغلوطه طبعا وتم تداولها بشكل كبير خلال الساعات اللي فاتت، ويمكن خبر او كلام في جزء منه تم اساءه يعني او فهمه بشكل خاطئ. القصر العيني الفرنساوي، كان الكلام عن القصر العيني الفرنساوي على مواقع التواصل الاجتماعي الكام ساعه اللي فاتت انه تم اخلاء القصر العيني الفرنساوي تماما، وانه ده لانه في حالات مصابه بفيروس كورونا جوه المستشفى وظهرت بشكل كبير ما بين العاملين وما بين المرضى، فالمساله استدعت انه يتقفل القصر العيني الفرنساوي تماما. طبعا المجلس الاعلامي المركز الاعلامي مجلس الوزراء بطبيعة الحال بيتابع أي أمور بالشكل ده، وبيتم طبعا الرد وتوضيح المسائل. فالمركز الإعلامي المجلس الوزراء نفى هذا الكلام وقال أنه لا، اللي حصل يا جماعة أن مستشفى القصر العيني الفرنساوي تم تخصيصه كمستشفى عزل للأطباء، للأطقم الطبية، للعاملين، للإداريين بجامعة القاهرة في حال لو لا قدر الله تم إصابة أي حد منهم بالفيروس. خلونا نفهم أكتر من الموضوع ده من دكتور محمود عالم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة طبعا وأستاذ الإعلام بالجامعة. برحب بحضرتك معنا دكتور محمود، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني عايزين نوضح الأمور يا دكتور محمود إذا تفضلت، إيه الموقف بالنسبة لمستشفى القصر العيني الفرنساوي؟ مستشفى قصر العيني الفرنساوي احد مستشفيات جامعه القاهره. جامعه القاهره طبعا انت عارفه حياتك، احنا عندنا اعضاء هيئه التدريس والعاملين عددهم كبير، والجامعه بتضع في اعتبارها صحتهم والحفاظ عليهم في مقدمه اهدافها. وبالتالي كان لابد من بين المستشفيات اللي موجوده في جامعه القاهره زي المنيل الجامعي، زي القصر العيني، زي مستشفى معهد الأورام، زي مستشفى ثابت إن إحنا نختار واحد منهم ونشوف الأنسب له لأن يكون مستشفى للعزل لأعضاء التدريس والعاملين في حالة إصابتهم لا قدر الله بفيروس كورونا، في لجنة عليا بتضم عمداء الكليات الطبية والقيادات الطبية للجامعة، شكلها رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت، ودرست أوضاع كل المستشفيات الخاصة بالجامعة بضوء المعايير والمواصفات العالمية لمستشفيات العزل، وشافت إمكانياتها وقامت بزيارات ميدانية، وانتهت في الآخر إلى اختيار أربعة. تم منهم اختيار القصر العيني الفرنساوي، وبدأت عمليات الاستعداد اليومين الماضيين، وبدأ أمس فعلا نقل المرضى وعملية تعقيم المستشفى. معلش فهمنا أكتر يا دكتور بقى، المرضى اتنقلوا فين؟ والقصر يعني الفرنساوي هو أصلا كمان كان بيستقبل آلاف المرضى، فقول لي الوضع بالنسبة للمرضى بقى اللي هيبقى. هو يمكن إيه، القصر العيني إحنا لازم نميز ما بين مستشفى القصر العيني العادية والفرنساوي. الفرنساوي اقل لانه طبعا بمصروفات، ويعني انت عارفه ده مشروع معمول بين مصر وفرنسا منذ عام 97، عدد اقل، لا مش الاف. تم اولا نقل المرضى الى مستشفى المنيل الجامعي بعد عمليات اجراء المسوحات والكشوفات اللازمه للتاكد من صحتهم. ايضا تم اعاده مراجعه وتجهيزه 100% بحيث انه يبقى صالح للعمل كمستشفى للعزل. في بعض اشياء مهمه جدا يعني راعيناها، مثلا هناك وحدات للغسيل الكلوي بياتي اليها الناس واساتذه الجامعه المصابين بالفشل الكلوي، تم نقلهم الى وحده الملك فهد. ايضا بالنسبه للعاملين طبعا البعض سيعمل والبعض سيكون موجود في مستشفى المنيل الجامعي. القوة الإدارية تم الاستقرار على 10% فقط من القوة الإدارية، وستكون في مكان يعني منفصل عن المستشفى. أيضا بالنسبة لقرارات إنسانية اتخذت بالنسبة للحاضنات ومرضى الأمراض المزمنة، أيضا تم إعطائهم أجازة حفاظا على صحتهم. يعني في مجموعة إجراءات اتخذت. أيضا في قرار جميل جدا طبق، وهو انه كافة الاجراءات الخاصة باجراء المسوح والكشوفات باستخدام نظم الاختبار
احنا كان عندنا نظام اسمه بي سي ار فقط، نعم. اضيفت اليه اختبار اي ام جي واي جي جي، بحيث انه هذه بتقوم بسرعه اكثر باختبار الاصابه، هي بتختبر الاجسام المضاده ومربوطه بمعامل وزاره الصحه. عظيم، يعني نسال السلامه للجميع ان شاء الله. شكرا جزيلا طبعا دكتور محمود عالم الدين، استاذ الاعلام جامعه القاهره والمتحدث باسمها، شكرا جزيلا لحضرتك.